نحن كنا موجودين بحفل تامر اللي حضره معالي المستشار تركي الشيخ، وفاجأ الكل بحضوره، ونحن بلقائنا مع تامر سألنا عن هالمفاجأة الحلوة. زيارة معالي المستشار الحقيقة كانت مفاجأة طبعا، وتشرفت بيها لأن هو يمكن اختار الحفلة الوحيدة اللي حضرها هي الحفلة بتاعتي، وده كان شرف كبير ليا. أنا بشكره جدا جدا، يا رب أكون عند حسن ظنه. إزاي لا؟ والكل استمتع بالحفل اللي أقل حاجة تتقال عنه إنه حفل أسطوري، ابتداء من السيت اب، أداء تامر على المسرح، وصولا للجمهور اللي رحب بيه بالطريقة دي. أهل الرياض الحقيقة كانوا النهاردة فوق الرائع بصراحة. وأولني كلام هي الأغنية اللي اختار تامر إنه يفتتح بيها الحفل، ومن بعدها بيرجع تامر يغني مجموعة من أعماله الجديدة زي صعبة، خديك فولاذي، اختراع، ويا فرحة مع الفاير ورك شو، وولع الأجواء لما قدم أعماله القديمة اللي لسه هيتس لحد النهاردة زي هي دي ويا بنت الإيه، وأكيد غنى تليفوني رن اللي دايماً بيطلبها الجمهور منه، وده كان التفاعل عليها. وبعد كده تكلم مع جمهوره عن حالتهم العاطفية، وأخدهم للأجواء السوبر رومانسية لما غنى رجعلي بالطريقة دي. وسعادة تامر كانت واضحة عليه، خاصة لما قدم الدانس موفز اللي بقت بمثابة تريد مارك بالنسبة لي. أنا بتشرف أن أنا على المسرح العظيم ده، بتشرف أن أنا في موسم الرياض ومعاكم دايماً باستمرار، وتشرفت عدد الحضور الكبير قوي اللي شفناه النهاردة، والتفاعل الأكتر من رائع. ده مش غريب على جمهور السعودية، أنا دايما بحس أن أنا في وسط أهلي. دايما حفلات تامر غير شكل، وكل الفنانين اللي عم بيحضروا موسم الرياض عم بيحكوا عن الجمهور السعودي قديش بيكون فرحان ومتفاعل معهم، وهذا الشيء بعتقد أنه بيسعد الفنان. طبعا صحيح، صحيح. وإحنا كمان مكملين مع